انتساب ودراسة واجتهاد، فتخرج فبحث فعطالة، ذلك هو حال خريجي المحاسبة من السعوديين مع سوق لا يشكلون فيها إلا 5% بمقابل 2500 خريج سنويا حسب ما أكد مختصون في مجال المحاسبة لأحد الصحف المحلية، فيما بلغ في المقابل عدد الوظائف في سوق العمل أكثر من 160 ألف وظيفة. نتابع هذا التقرير ونعود لفتح ملفنا لهذه الليلة. لغة الأرقام هي الفاصلة في قضية الليلة، فبأكثر من 6000 محاسب ومحاسبة جلسوا على دكة الانتظار في فريق البطالة ليلعب أكثر من 170 ألف وافد محاسب على أرضية سوق العمل في القطاع الخاص. وفي المقابل ما زالت الجامعات تقدم 2000 طالب جديد لسوق العمل لتستمر الأزمة في التفاقم في ظل احتكار مهنة المحاسبة لغير السعوديين، حيث تشكل نسبة توطين هذه المهنة في قطاع الشركات قرابة 2%. لتعكف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إعداد مشروع التسجيل المهني للتعرف على الوضع الحالي للوظائف المحاسبية وشاغليها من غير السعوديين، وذلك عن طريق ربط رخص العمل ببرنامج التسجيل المهني لدى الهيئة. ويعتبر المشروع المقرر انطلاقه في النصف الثاني من هذا العام بعد أن ظهرت إحصائيات القوى العاملة في القطاع المحاسبي أعداداً ضخمة من غير السعوديين متمسكين في كرسي المحاسبة والمراجعة في المملكة. ويشمل المشروع حصول جميع من يعمل في مهنة المحاسبة والمراجعة في القطاع الخاص على التأهيل العلمي والمهني المناسب، كما سيساعد أيضاً على وضع الخطط المستقبلية، ولكن الواقع ما زال غامضاً في الحاضر ومستقبل هذه المهنة. مش عن فاعي، يا هلا.